مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم بمدينة الجديدة. نحن كنواصل معكم هذه الجولة بمختلف شوارع المدينة. الحديث دائما عن الأجواء بشوارع عاصمة دوكالا بعد منتصف الليل، الهدوء وبرود الطقس. كيف هي الأجواء عندكم بمدينتكم؟ يعني بالمدينة ديالكم كيف دايرة هي الأجواء؟ فاحنا دائما يعني بعد منتصف الليل بمدينة الجديدة، هذه 12:15 يعني كنتجاوزو منتصف الليل ب15 دقيقة، وغنحاولو نقلو لكم الأجواء بشوارع المدينة، يعني بشوارع عاصمة دوكالا. طقس بارد، كاين هدوء داخل المدينة وبشوارع المدينة، ودائما يعني كنسولكم كيفاش دايرة هي الأجواء داخل المدن ديالكم. مشاهدي قناة شوف تي في، يعني الأجواء باردة بمدينة الجديدة، جو هادئ. فاحنا مازال كنواصلوا يعني الجولة ديالنا بمجموعة من الشوارع ديال مدينة الجديدة. مدينة الجديدة اللي كما كتشوفوا معنا في هذا الوقت يعني هدوء كبير، كما كتشوفوا الشارع ما كاين حتى شي واحد، الشوارع خاوية في هذه اللحظات، يعني بعد الساعة 12:16 فما خارج حد، ما كاينش دوك السيارات، ما كاينش بداك العدد اللي مولفين كنشوفو. ف توريا تويتا يعني كتحيينا من مدينة سطات وكتقول بأن الجو بارد. حتى هنا بمدينة جديدة كنحيوك تحية خاصة، والجو بارد هنا بمدينة الجديدة. حلاوي عبد الصمد كيقول بأن في أكادير حال سخون بحال الصيف، يعني كنحاولو نتعرفو على الأجواء بمختلف مدن المملكة. نعد مشاهدي قناة شوف تي في اللي كيحاولو يتبادلو معنا المعلومة عن طريق التعليقات ديالهم بقناة شوف تي في، واللي كيتابعونا يعني حتى لهاد اللحظات، هادو مشاهدينا الأوفياء اللي مازال صاهرين معنا، مازال فايقين معنا، مازال كيتبعوا يعني يتبعوا معنا الأجواء داخل هذه المدينة، مدينة الجديدة، المدينة السياحية بامتياز. ودائما ملي كنتكلموا على مدينة جديدة كنعرفوا بأن فيها السياحة، يعني كاين مآثر تاريخية، كاين شاطئ، كاين غابات، كاين منتجعات سياحية، كاين بعض الأماكن اللي المواطنين كيحتجوا على الحفار ببعض الشوارع يعني، وكاين مناطق اللي كاين فيها الأزبال، يعني هادشي ما يمكنش نكروه، والكاميرا كتشدو دائما، الكاميرا ما كاين ما يتخبى، يعني ملي كنكونوا غاديين فالكاميرا كتبين كلشي، الحاجة اللي مزيانة راها مزيانة، الحاجة اللي خايبة راها خايبة، ما كاينش ما يتخبى. هذه هي قناة شوف تي في، قناة الشعب، كاميرا دائما راها كنتوما كتقوموا معنا بالجولة وكأنكم كترافقونا وكأنكم معنا، دائما كتشوفوا جميع الحويجات اللي كاينين بمدينة جديدة. يعني كاين مناطق اللي صراحة كتغري بالمشاهدة، مناطق زوينة، مناطق اللي كيجو لها السياح، وكاين مناطق اللي خاص واحد العمل كبير يدار فيها. ودابا بعد مرور يعني حنا كنقتربو من نكملو 4 أشهر على يعني تولي المسؤولية ديال الشأن المحلي بهذه المدينة، يعني مازال أمامهم 6 ديال السنوات.
كاين انتظارات كثيره من عند المواطنين اللي اختاروا هاد الناس. يعني المواطنين اللي اختاروا هاد الناس وكيتمناو وكي يعني كاين مجموعه من الانتظارات، يعني كإصلاح مجموعه من الشوارع اللي فيهم الحفار، كإصلاح الاناره بمجموعه من المناطق اللي كاين فيها الظلمه والاناره شويه ضعيفه ماشي في ذاك المستوى اللي باغينو المواطنين. كاين بعض الاماكن اللي فيها الازبال، وهذه حويجات اللي ما يمكنش نكروها وما يمكنش الدرج، كل شيء ينادي باصلاحها. وهذا علاش هاد المواطنين اختاروا هاد المسؤولين باش يقوموا بهاد المهام، لان يعني الدور ديالهم هو هذا، يعني الاصلاح. وهذه حويجات اللي مطالب عاديه جدا، مطالب عادله، واي مواطن بهاد المدينه اللي كانت الى وقت قريب كتعتبر من انظف المدن بالمغرب، فاي مواطن بهاد المدينه فهو كيتمنى يشوف المدينه ديالو في حله جميله، شوارعها نقيين وزوينين وبدون حفار، الإنارة تكون بواحد الشكل جيد، والناس في أي وقت يمكن لي يخرج، لأن كاين بعض المناطق اللي فيهم الظلمة ما كاينش إنارة مزيان، إلا قدر الله والناس ما عندهم السيارة مثلا وبغى غير يخرج يجيب الدواء، خاصو يعني شي واحد مرض ليه في الدار وبغى يمشي لشي صيدلية وبغى ياخذ طاكسي من الدرب، فما يمكنش لي يخرج وما يقدرش يخرج لأن الإنارة ما كايناش. الاماكن كتكون مخيفه شويه، وان كان يعني عناصر الامن بالمدينه كيقوموا بمجهود كبير، ودوريات الامن دائما تقوم بجولات بمختلف الشوارع، ولكن راه بين الفينه والاخرى كتوقع مره مشاكل. لكن نتمنوا باش المسؤولين يعاونوا حتى عناصر الامن لا تولي اناره في مختلف الشوارع واناره بشكل جيد، يعني المواطن كيولي يخرج وهو مأمن وكاين الضو وكيبان، يعني حتى لا بغى غير لا قدر الله يتعرض للمكروه كيشوفوه مواطنين اخرين اللي قدروا يساعدوه، ماشي اماكن مظلمه ما يشوفو حتى شي واحد. من خلاصه القول، كاين مجموعه من الانتظارات، مجموعه الحويجات اللي كيطالبوا بها المواطنين ديال الساكنه ديال المدينه الجديده، وكنعتقد بان الوقت مازال كافي، مازال وقت كثير، وقت كبير، مده طويله للمسؤولين باش يعملوا ويقوموا بالشيء اللي باغينو المواطنين، والانتظارات ديال المواطنين كثيره ومطالبهم كثيره وكيتسناو يعني باش يحقق عليهم هاد الناس المسؤولين. كاين الناس اللي مازال يعني كما كتشوفوا يعني مازال معانا، هانونيطا كتقول الله على مدينتي سير حدا المول، يعني هذه مواطنه عارفه المول، اذا هذه من بنات الجديده. كاين مونتي كيقول الله يرحمك يا ريان مستحيل نساوك، فعلا من الصعب جدا نساو ريان اللي ودعناه الى دار البقاء والجثمان ديالو ولي الطلاق هذا اليوم، وكانت قناه شفتي في قناه الشعب يعني منذ الصباح الباكر حاضره بعين المكان لنقل الوقائع ولحضور مراسيم دفن ريان. قناه شفتي في اللي مازال حتى الحدود هاد اللحظات بعين المكان، عين لا تنام، والزملاء ديالنا بقناة شوف تي في اللي حاضرين بالمنطقة فهم مازال يعني كينقلوا كل صغيرة وكبيرة، قدموا مجموعة من المعطيات، مجموعة من المعلومات، استضافوا مجموعة من المواطنين بالمنطقة، يعني لا قبل ما يموت ريان ولا بعد ما مات ريان. وقناة الشعب هي هذه دائما حاضرة في قلب الأحداث لنقل
بث حي ومباشر يعني من كل مكان، كتلقاوها في جميع المدن المغربية وحتى خارج المملكة المغربية، شوف تي في داخل وخارج أرض الوطن، في أوروبا، في إفريقيا، آسيا، حاضرة بقوة في جميع الأماكن. فمحمد بن الحوزي كيقول تحية المدينة الجديدة، كنحيوك تحية كبيرة من المدينة الجديدة. عبد الواحد وداد من ورزازات كيقول بأن الجو زوين عندهم في ورزازات. وليد كيقول بأنهم دمر، حنا كنتمناو تكون ديما سعيد ديما فرحان، علاش غدمر اسي وليد؟ ديما تكون متفائل ان شاء الله، وديما تكون يعني فرحان، وحنا نبغوك تكون سعيد جدا في حياتك الخاصة والعملية. قناة شوف تي في يعني كتوفر على مجموعة من الصحفيين، عدد كبير من الإعلاميين المتميزين بمختلف ربوع المملكة وأيضا داخل وخارج أرض الوطن، وباستديوهاتنا المركزية بمدينة الدار البيضاء. وهذا هو الشيء اللي كيعطيها التميز، كيعطيها الانفراد، كيعطيها التبوء المرتبة الأولى وطنيا وعربيا ودوليا. وشلنا الإحصائيات يعني ديال عدد المشاهدين خلال سنة 2021، ومازال يعني تواصل الريادة ديالها قناة شوف تي في، قناة الشعب، واللي كيعتز بها المشاهدين والمواطنين المغاربة كواحدة من أفضل القنوات على الصعيد العالمي، قناة بارزة. ياسين بوهود كيقول بأن أكادير فيه الصهد هاد الليل. يوسف كيقول الله يرحم ريان، الله يرحم ريان، الله يجدد عليه الرحمات. محمد فوجو أبو العيد كيحيينا وكيسلم علينا وكيقول لنا بأنه أخونا من فلسطين من غزة، يعني احنا كنحيوه من المملكة المغربية وجميع مدن المملكة المغربية كيحيوه الساكنة ديالهم. سمير كيطلب الشا وكيقول يا ربي الغيت، هنايا كنحيوه بدورنا. مرة أخرى كنحيو جميع مشاهدي قناة شوف تي في، قناة الشعب بمختلف مدن المملكة المغربية وخارج أيضا أرض الوطن. فاحنا كنحييو مشاهدي قناة شوف تي في الأوفياء اللي دائما معنا، يعني احنا دابا حدود اللحظة هذه 12:28 ودائما احنا كنشوفو التفاعل، كنشوفو العدد الهام ديال المشاهدين ديالنا اللي مازال كيتفاعلوا معنا، مازال كيرسلوا يعني التعليقات ديالهم، وماشي غير من داخل المغرب. فحمودة أحمد كيحيينا أيضا من ليبيا وكيقول بأنهم تما عندهم البرد، وحنا كنحيوه بدورنا من المملكة المغربية، وكنحيوه بحرارة كواحد من المشاهدين ديالنا. يعني قناة شوف تي في كما قلنا لكم كاين مشاهدين من داخل وخارج أرض الوطن من مختلف الدول العربية وأيضا من داخل المملكة المغربية، وحنا دائما كنحيوهم كنبادلهم نفس التحية نفس الحب.
كنديرو مجهود كبير باش تكون القناة ديالنا هي يعني تحافظ على مكانتها وتبقى دائما في الريادة، وهي القناة الأولى، وهذا خدمة للمشاهدين ديالنا الأوفياء، مشاهدي قناة شوف تيفي. احنا كل أعمال فهو دائما خدمة لمشاهدي قناة شوف تيفي. قناة شوف تيفي قناة الشعب اللي دائما حاضرة معكم، دائما متواجدة يعني بقوة في جميع الأماكن، جميع الأحداث كتنقلها لكم، يعني نقل كتنقلها لكم نقل مباشر، كتنقلها لكم نقل مباشر، وكتحطكم في قلب الأحداث سواء الوطنية أو الدولية. فمشاهدي قناة شوف تيفي، احنا دائما كنقوم بأي عمل لإرضائكم ولي الحضور القوي. دائما تكون القناة ديالكم المفضلة قناة شوف تيفي حاضرة بقوة، وهذا الشيء اللي كتبعوه وهذا الشيء اللي كتشوفوه معنا دائما، يعني هذه قناتكم منكم وإليكم، دائما حاضرة بجنبكم في السراء والضراء، يعني قناة الشعب بامتياز، قناة ديالكم وحاضرة معكم وفي جنبكم، وكتوصل صوتكم كل ما دعت الضرورة إلى ذلك، كل ما طلبتها فهي كتنفذ الطلب ديالكم على وجه السرعة، سواء كانت حالات اجتماعية إنسانية أو خبراء أساتذة باغيين يعني العلم ديالهم يقدموه للمشاهدين ويستافدوا. وكنشكروا يعني المهندس الطوبوغرافي اللي كان اتصل بنا ليلة وفاة ريان وجاوب على مجموعة من الأسئلة، وكانت المبادرة منه، بادر واتصل وقدم لنا نفسه وقدم اسمه وجاوب وعطى مجموعة من الشروحات. هكذا يعني المواطنين كيعرفوا مجموعة من المعلومات عن طريق قناة شوف تيفي، قناة شوف تيفي اللي فاتحة الباب لجميع المواطنين على تواصل دائم معهم، وكنلبيو النداء والرغبة ديال أي مواطن كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وكل ما يعني كانت نداء من طرف المواطنين، لأنها قناة الشعب، قناة شوف تيفي دائما مع الشعب مع المواطنين، ودائما يعني احنا حاضرين في قلب الأحداث كما كانت، وبأقصى سرعة، ويكون دائما السبق وتقديم الخبر في حينه إلى مشاهدي قناة شوف تيفي بواحد السرعة، يعني بواحد الدقة، وكتكون حتى المعالجة والتحليل ديال القضايا كيكون بواحد الطريقة اللي سريعة، واللي كنشوفو كيفاش كيتفاعلوا معها المواطنين، كيفاش كيتفاعلوا معها مشاهدي قناة شوف تيفي، اللي دائما التفاعل ديالهم مع قناتهم قناة الشعب حاضرين معنا. وحنا دائما كنقوموا كما قلنا بجولة من داخل الشوارع وأحياء مدينة الجديدة كما كتبوا معنا، وكتشوفوا يعني جميع الأماكن اللي كنمروا منها، كننقلكم من الكاميرا ديال قناة شوف تيفي عين لا تنام، يعني حتى الحدود هاد اللحظة، وحنا كنقوموا بهاد الجولة 12 34 دقيقة، وانتم كتابعوا معنا الشوارع الكبيرة والأزقة والدروبة، ويعني كنحاولوا نجاوبوا معكم مختلف الأحياء والشوارع باش تعرفوا وتتبعوا معنا المدينة اشنو واقع اشنو كاين. احنا دائما
غاديين معكم ونقل مباشر وحي، نقلوا يعني اهم الوقائع، وهادشي ماشي غير في مدينة جديدة، بمختلف مدن المملكة المغربية احنا دائما حاضرين معكم، دائما متواجدين معكم بالصورة والصوت، نقل حي ومباشر، دائما موجودين معكم. ومازال كنواصلوا يعني هاد الجولة معكم، ثم يعني كتشوفوا مدينة جديدة، مدينتكم، وحتى المواطنين اللي خارج مدينة جديدة واللي بمختلف الدول، فهما كيتبعوا معنا هاد البث المباشر وكيعيشوا معنا الأجواء اللي كتعيشها مدينة الجديدة يعني مباشرة. فالناس من اليمن كيتقدموا بالتعازي لأسرة ريان يعني منصور، قدم لأسرة ريان والشعب المغربي بأحر التعازي في وفاة ابن ديالنا ريان. مشاري فاطمة كتقول أمين وشكرا لكم، كتشكر يعني الناس اليمنيين، حتى يعني بتحي مباشر كنقلو لكم يعني الشوارع والأزقة، كاين هدوء كما قلنا، الناس ناعسين دخلوا، كاين طقس بارد بمدينة الجديدة. أصفاو يعني كيقول توا تحية لإخواننا الجزائريين، إخواننا أيضا في جميع الدول العربية والمسلمين في المسلمين في جميع أنحاء العالم. إحنا بدورنا يعني كنحييو جميع مشاهدي قناة شوف تي في أينما كانوا بمختلف دول العالم، مختلف الدول العربية والإفريقية والآسيوية والأوروبية والأمريكية، كل من كيشاهد قناة شوف تي في وكيتبعها، فكنحيوه، نحيو مشاهدينا الكرام، وحنا دائما على تواصل معهم، وكنحاولوا يعني نقراو قدر الإمكان يعني التعليق ديالهم، ونحاولوا نقربوهم يعني نوصلوا الصوت ديالهم. قناة شوف تي في قناة الشعب دائما حاضرة بقوة، احنا كنقوموا بجولة داخل مدينة الجديدة، يعني الساعة كتقارب يعني تجاوزنا الواحدة والنصف ليلا، الوحدة 12:38 يعني تجاوزنا 12:38 دقيقة. هذه هي الأجواء ديال شوارع مدينة الجديدة في هذه اللحظات كما كتشوفوا. دائما يعني بعد ما بدينا البث المباشر من شمال مدينة الجديدة، احنا دابا رجعنا للجنوب ديالها، يعني بدينا في البداية من حدا البلدية، من حدا درب البركاوي، الآن احنا كنرجعوا لنجمة الجنوب يعني جنوب مدينة الجديدة، وغادي نمشي في اتجاه الشرق ديال مدينة الجديدة. هكذا كنحاولوا يعني ننقلوكم وتحضروا معنا في هذا الوقت المتأخر من الليل. لكننا كنقوموا بجولات في حدود الساعات 8 مساء، 7، 9، الأيام كنتأخروا شوية باش نعطيكم يعني الصورة تاع المدينة بالليل. مشاهدينا الكرام كتشوفوا الشارع على الطول ديالو، يعني خاوي، كاينين شمارة، كاينة سيارة واقفة بعيدة كما كتشوفوها، يعني هذه الأجواء العامة داخل مدينة الجديدة في هذه اللحظات
المتأخرة من الليل، يعني الوحدة قال ثلث 12:40، وحنا دائما كنجاوبو معكم شوارع المدينة. جو بارد هنا بمدينة الجديدة في هذه اللحظات، فهذه الأجواء بشوارع عاصمة دوكالا بعد منتصف الليل، الهدوء وبرودة الطقس. كيف هي الأجواء عندكم بمدينتكم، يعني بالمدن ديالكم، كيف داير الجو؟ اثناش وربعين دقيقة وحنا كنجوبو شوارع مدينة الجديدة في هذه اللحظات. إلهام نور تحيينا من مدينة طنجة، حتى حنا كنحيوك من مدينة الجديدة، وكنحيو جميع مشاهدي قناة شوف تيفي من مختلف مدن المملكة المغربية اللي مازال ساهرين معنا ومازال كيتبعوا معنا هذا البث المباشر من شوارع مدينة الجديدة، باش يحاولوا يشوفوها في هذا الوقت من الليل بالذات وتعرفوا على الجو داخل المدينة في هذه اللحظات. كونتي كيقول جزاكم الله خيرا على الهدية اللي عطيتو لعمي علي. فإدارة القناة والسيد المدير العام مشكور سيدي الشحتان، إدارة القناة اللي كيقوموا بمجهود كبير جدا وحاولوا يعني يكافئوا عمي علي وأيضا العائلة ديال ريان، ودي قناة الشعب دائما التكافل والتآزر والتضامن دائما حاضرة عند القناة وعند السيد المدير العام لقناة شوف تيفي. ف يعني دائما حاضرين، دائما العمل الإنساني حاضر بقوة. دائما حنايا قناة الشعب، قناة شوف تيفي، السيد المدير العام يعني دائما كيوضع نسبة أعينه مثل هذه الأعمال الاجتماعية اللي كيقوم بها وإدارة القناة. وكنحيو جميع مشاهدي قناة شوف تيفي، تحنا بدورنا اللي كيحيو القناة على هذا العمل المهم، العمل الإنساني، حتى حنا كنحيوكم بدورنا وكنبادلكم نفس التحية ونفس الحب نفس التقدير، لأن نتوما وليتو جزء من هاد القناة. كيف ما نتوما ما كتخلاوش على القناة وكتتابعوها، حتى القناة كدير مجهود كبير وكبير جدا باش ترضيكم، باش تقدم لكم يعني معطيات دقيقة، تنقلكم من أهم الأحداث الوطنية والدولية، ودائما حاضرة معاكم، دائما بجنبكم، دائما على تواصل معاكم، وكتحاول ترضيكم وتعطيكم معلومة بالسرعة وبالدقة اللازمة باش تكون هي السباقة وتوما توصلوا بالأخبار من عندها توما الأولين. يعني المنبر ديالكم فهو كيحاول يقدم لكم الأخبار بسرعة فائقة وبدقة عالية، وحتى طريقة المعالجة والتحليل يعني ما كتلقاوهاش يعني في منابر اخرى كقناه شوف تيفي. قناه شوف تيفي اللي كتحاول يعني كما قلنا تعطي الخبر في حينه وبدقه وبجوده عاليه وبصوره عاليه وب يعني دقيق، طريقه باش كتناول بها القضايا بطريقه دقيقه. وحتى المحللين والخبراء والصحفيين الاعلاميين يعني ناس كفاءة عالية هكذا، باش كيحاولوا يعني يبقوا معكم دائما على تواصل وعلى اتصال إرضاء لكم.
فاحنايا قناة الشعب، قناة منكم وإليكم، ودائما بجنبكم، ودائما قناة شوف تيفي. يعني ملي كتوجهوا لها الدعوة، وخاصة في جميع يعني القضايا، في جميع الأحداث، وملي كتطلبوا التغطية، فالطاقم الصحفي والإعلامي ديالها كيكون حاضر إلى عين المكان وبأقصى سرعة. يعني لا مجال لتضييع الوقت، بأقصى سرعة يكونوا الإخوان يعني بمختلف مدن المملكة، وحتى بمدينة الدار البيضاء، وبالإدارة ديالنا المركزية، دائما سباقين للخبر في تقديمه، وأيضا المعالجة ديالو والتحليل ديالو، وبحضور متخصصين في الميدان. يعني كل حاجة ومالها، وهذا هو الشيء اللي كيعطي التفوق، وكيعطي الريادة، وكيعطي يعني الامتياز والتقدم والأسبقية. ودائما قناة شوف تيفي رائدة محليا وطنيا ودوليا، وديما غتبقاو تشوفوها بهذا الصورة إن شاء الله، وأفضل. يعني كاين دائما الجديد، دائما تتطور، ودائما المشاهدين ديالنا اللي كثار بمختلف ربوع المملكة المغربية، وبمختلف الدول العربية والأوروبية والأمريكية والآسيوية. فكما قلنا لكم، هذه هي الأجواء بشوارع عاصمة دوكالا بعد منتصف الليل، الهدوء وبرودة الطقس. كيف هي الأجواء عندكم بمدينتكم؟ نحن دائما على اتصال وتواصل معكم في هذه اللحظات. نقترب من الساعة 1 ليلا، يعني بقى 14 دقيقة على 1 ديال الليل. وهذه هي الأجواء العامة داخل مدينة الجديدة وبشوارع مدينة الجديدة، نقلوها لكم يعني على المباشر، ثم كتبوا معنا هذا المباشر، وكأنكم حاضرين معنا وكترافقونا في هذه الرحلة، الرحلة اللي بديناها بعد منتصف الليل، وانتم دائما برفقتنا كتحاولوا تكتشفوا معنا مجموعة من المناطق بمدينة الجديدة. الناس اللي ما كيعرفوش يعني هذه المناطق، فهما كيحاولوا يعني يتعرفوا عليها عن طريق قناة شوف تيفي، قناة الشعب اللي دائما معكم، دائما كترافقكم، دائما في الخدمة معكم. وهذا ماشي غريب عليها، يعني منذ بدايتها وهي دائما بجانبكم. قناة الشعب، قناة ديالكم، منكم وإليكم. احنا دائما كنلبيو يعني الطلبات والرغبات ديال مشاهدي قناة شوف تيفي الأوفياء، واللي مازال يعني حتى الحدود هاد اللحظة، وحنا مازال معاكم. أبو القاسم الحسين فهو كيقول: تحياتي إلى السيد المدير المحترم على الهدية. فتحنا كنحيوك سي أبو القاسم، المدير العام لقناة شوف تيفي سيدي الشحتان. يعني هادشي ماشي غريب عليه أولا جديد، فهو دائما مثل هاد المبادرات وهاد المساعي يقوم بها دائما، والعمل الإنساني دائما حاضر عنده. قناة الشعب، قناة شوف تيفي، هي دائما معكم بجانبكم، دائما كتحاول يعني ترضيكم ببرامجها، بتحليلاتها، بتغطيتها للأحداث كما كان نوعها، وبحضورها القوي والمتميز.
وهذا هو الشيء اللي كيعطيها التميز، كيعطيها الريادة، يعني دائما رائدة وطنيا ودوليا. وهذا الشيء ماشي سهل، يعني كاين مجهود، كاين عمل كبير اللي كتقوم به الإدارة العامة ديال هاد المؤسسة الإعلامية الرائدة، والطاقم الصحفي الشاب اللي كتوفر عليه، وجميع العاملين بالقناة واللي كنحييهم بهاد المناسبة وفي هاد الوقت المتأخر من الليل، دائما حاضرين معكم. دائما بجنكم. دائما حاضرين معكم وبقوة قناة الشعب، ديما بجنكم، ديما حاضرة معكم، ديما متواجدة لنقل أهم الأحداث والقضايا كيف ما كانت، رياضية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، مختلف القضايا. قناة الشعب، قناة الرائدة، هي الأولى في عين المكان، نقل حي ومباشر، تحاليل، ديما كتحرص باش تكون هي السباقة. وحنا دائما كنجاوبوا معكم شوارع مدينة الجديدة. وقبل ما ننهيو هاد المباشر، فحنا كنحييو مرة أخرى جميع مشاهدي قناة شوف تيفي أينما كانوا، داخل وخارج أرض الوطن، ومختلف يعني الأشقاء ديالنا بمختلف الدول العربية كنحييهم أيضا، وجميع المشاهدين في جميع الدول كما قلنا، في إفريقيا، في أوروبا، في أمريكا، في آسيا، كنحييهم مرة أخرى. وكنقول لهم احنا دائما معكم، دائما في جنبكم، وكنحييكم، كنقول لكم يعني قبل ما ننهيو هذا المباشر، فتحية كبيرة من أعماق القلب كنبعثوها لجميع مشاهدي قناة شوف تيفي. في انتظار مباشر آخر، أودعكم على أمل لقاء بكم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء.